هذا البرنامج برعاية شركة شينجتال. صار ياك لباس ياك معزينك ساعه شو ماشي يا لباس ياك لباس يا مرحبا وسيل هاك بوي هاي مال صارلك مبيوع تبيع عندك فكتيره ها عندك فكتيره عندك فكتيره شنو معنى هذا فهم هني ما هني ما عاد بسنين القديم فيها التليفون انا بيعمل هذا التليفون حد دا يبيع الوايل دا يعود عنده الهدلي دا البوتيك اللي شاريه منه اصلا يعود عطيك الفكتيره يا وتو أبوي لي ست شهور أنا شقة لا أدقى عشانتني معاه في كثير مع دراسة هاي مرة اسمع وأنا مني بيعني لي لا وقتني فاصل يوم ما عندي من قال لنا ما هي مسروقة شوف الراجل معلوم رالك كذا الكلام مني بس هاي مني رالك يسألني أنا تقول لي مسروقة يسألني آه يسألني أنا أنت تقول لي من قال لك أنا مي مسروقة أنا النوع ما نشري قلنا النوع ما تشري والله ما أنك شاري لقد تقولنا من قال لك أنا مسروقة نشري شيء لا شيء عنده فكتيرة شيء ما عنده فكتيرة ما نشري فكتير تعانا نفسي وفكت مولاها وقعدت عملت ما قعدت عمل رجاج خل موال شو ما عنده فكتيرة ما نشري قال لي في قال من غاقة أوكي كل يلقى في تلفون يقوم جايك دافع الصبح لو جايين أهل يتعايط وراعيه وده حد لا يبيع رواية يعود عنده له فكتيرة موري ألو مع باقات موري ألو للاتصالات الوطنية مكالماتك الوطنية تدوم أكثر وأكثر 30 ساعة زايد 2000 أوقية من الرصيد ب1000 أوقية صالحة ل30 يوم للتفعيل ببطاقة الشحن نجمة 222 النجمة رمز التعبئة النجمة 1 المربع عبر باعة خدمة تحويل الرصيد الإلكتروني نجمة 777 النجمة 01 النجمة الرقم النجمة السعر النجمة الرمز السري المربع يعني خايف شي خرف السلام عليكم وعليكم السلام يا وانا عندي اي تليفون شارفة عندي هذا من يدني قلت خلاص هذه خلاص لا يوعد فيها خسارة والله يوعد فيها رواية الو ما عنده مشكلة زينة يا قيرة دا مصدرة ما نعرفش أخ ما فهمت توضح لي ذا مصدرة وتو ما نعرف مني جاي ولا كيف تاش أخ ما فهمت توضح لي حتى واضح مصدرة ما نعرف هو شنو إخبارها واضحة أختي لا ويبغي يقول لك تشي إخبارها واضحة أخ بدي أنا صار شي ما واضح يقطع عن شماني فهمت أو يا بيعني قلق ما عيني وضعك لمدانم تم اللي زيك اللي مرده دائما ما يجيب لك كليان عندي لا يقول شي ما قلت مصدر ماله يا تعرف هون سريته كامل شي من الملاحه تعرف شي من الطواطه فوق اسمع انت قفله مصدي اسمع سلام شو ايه تليفوني اخبارك منين تليفون اخباره مني تليفون سريري احترمي راسك ما يسرق طلع عن تليفوني مني انت لمتني جهلة صورة ما زالت عليه حالا هي اللي اول شيء تبغى شيء تسمعها الصورة صورتاش سمعت انا هاي تليفوني انا ديال الراجل جيت لا ينبيع له جيتني انه يتبيع هاي غير ما شريته قلت لك اني شي ما نعرف ما صدره وجاي من منين ما نشري سمعت انت سريري
قال قاعد في رزق ما يقعد هذه جلفوية ولا عتري ما تبقيني قشري والله نوشوشك والله نقيس بيك البوليس تعطي راسك العافية. شنو معناه؟ وش لو حراك بوي؟ أنت تتكلم فوق عن التلفون جيتك عن بيعارة. ظهر لي قبيل انك انا قبيل هون قلت لك ان الروايه ما هي واضحه. اي يا تليفوني زين انا بتاكد ما هي واضحه. اي لعبت لا تختار قشري هون وشوشك اذا تصنع تليفون هذه تليفوني انا سمعت انت سراق وراي بطنافتك راي جاي بوليس جاي الشيء حد جات تليفون يعرف مصدرها شنو. اي والله هو اللي عدلنا له انا ما قلنا له انه ما نعرف مصدرها شنو لوك وظهر مصدرها شنو. في وقت ومكان يمكنك شحن رصيدك أو تفعيل الباقات بكل أمان عن طريق البطاقة البنكية جيمتل. الخدمة متوفرة على تطبيق شنجتل آب أو على الموقع الإلكتروني لشنجتل، واحصل على بونوس 200% طيلة أيام الأسبوع ابتداء من 50 أوقية جديدة. لشحن الرصيد عن طريق تطبيق شنجتل آب يجب اتباع الخطوات التالية: اضغط على الشحن، ثم شحن عن طريق البطاقة البنكية، قم باختيار قيمة الشحن وادخل الرقم المراد تعبئته. بعد تأكيد الرقم وقيمة الشحن سيتم تحويلك إلى صفحة جيمتل. يجب عليك إدخال معلومات البطاقة البنكية الخاصة بك وتأكيد عملية الشحن. ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز OTP الذي يتوجب إدخاله في صفحة جيمتل والضغط على تأكيد العملية، وهكذا تكون عملية شحن الرصيد تمت بنجاح. يمكنك تحميل التطبيق على أندرويد وإيوز لشحن الرصيد عن طريق الموقع الإلكتروني لشنجتل www.shingitel.mr. يجب اتباع الخطوات التالية: يجب عليك الضغط على شحن الرصيد، ثم إدخال رقم الهاتف وقيمة الشحن واضغط على تأكيد العملية. سيتم تحويلك إلى صفحة جيمتل لإدخال معلومات البطاقة وتأكيد المعاملة. شنجتل أكثر مما تتخيل. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش حالك باقي لباس؟ ايش حالك انت يا لباس؟ ما سمت يا الخير. طبعا هاي التليفون صدام ما طال التليفون. مالها؟ انا عارف يا صاحبي. كوتير هي صنت والله. يا خاشرة كاملة ما درنا لها كوتير. داروا من هذا داروا في عود هنا هذا ما ينفع فيه. شو افتحها لي شوي. مالها؟ لا ما تتلفن انا ما عرفنا مالها. تعدادك كانت تلفونات زينين. الله يوه اخبارك من طوطين والله ناقصة. انت قايسنا على راسك ارى. هذا ما عندنا واحدة منهم ما عندنا في كتيرتها. اسمع ايه تظنوا ايه ما في نفسي كده يدلك على الناس. هاك يا ابوه تماشي طرا حنيني تماشي قلنا لك انا لا جوك معك تماشي.